وفي منتصف الغرفة أمام المدفأة وبالضبط تحت صورة زوجها المتوفي كيف كتشوفوا إخواني، القناة تتبعها 61% من غير المشتركين. فلهذا كنطلبوا منكم تشاركوا، الله يخليكم، واللي ما اشتركش غتخرج له بغطات بالليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في نهار جديد وقصة جديدة. ودائما مع عشاق القصص الواقعية وقصص الجريمة، اليوم غنتكلموا على جريمة ديفنتر. ديفنتر اللي هي واحد المدينة في هولندا. السبت 25 سبتمبر من سنة 1999، مع 12 النهار كتستقبل الشرطة مكالمة عند الحلاق، لأن السيدة جاكلين ما مولفاش تخلى على الموعد ديالها. الشرطة خدات بالبلاغ ومشاو الشرطيين للمنزل ديال السيدة جاكلين. هناك واحد من الشرطيين كيكسر زجاج النافذة وكيدخل للمنزل. أشنو غيلقاو غيكون من بعد تأثير كبير في جميع أنحاء هولندا. يعني إخواني، هاد السيدة جاكلين للحلاق ديالها هو اللي هاتف الشرطة. يعني هاد السيدة بحال اللي غادي نقولو كتعيش وحيدة. مهم نشوفوا البقية. وفي منتصف الغرفة أمام المدفأة وبالضبط تحت صورة زوجها المتوفي، كتبان جاكلين ملقاة على الأرض، قميصها الأبيض ملطخ بالدماء، مطعونة ما لا يقل عن 5 طعنات في بطنها. الله يحضر السلامة. يعني تلقات مطعونة 5 طعنات في البطن ديالها. يعني شكون كتقولوا يكون قتل هاد السيدة؟ نكملوا القصة ديالنا. من بعد شهر من يوم الجريمة، تكون فريق بحث من 25 شرطي للبحث عن الجاني، ولكن كيتبين في البحث بأن القضية صعيبة على اللي كانوا كيتصوروا. واكتشف فريق البحث بأن السيدة جاكلين كانت في الفترة السابقة كان كيبان عليها قلق، وكذلك بشهادة الجيران كيقولوا بأنها كانت مصابة بجنون العظمة، وكذلك ما كتفتحش الباب للغرباء وبالخصوص بالليل، وهذا كيبين على أنها خائفة من أحد. هنا كان الشك عند الشرطة بأن القاتل قريب من جاكلين، وبما فيهم البستاني اللي بانتظام كيعمل عندها. حتى هو خدوا أقواله، ولكن لا شيء تبت عليه. يعني السيدة جاكلين ما تصابتش بوحديتها، كاين واحد معها اللي خدام كل نهار تيخدم عندها تقريبا، اللي هو البستاني، يعني الجارديني. متشوقي للقصة، نكمل اخوتي. من بعد شهر من يوم الجريمة كيبان شخص اخر في الصورة، الاسم ديالو لورنس، وهذا الشخص هو المستشار المالي ديال السيدة جاكلين. وكيتبين للشرطة بان لورنس في ليلة الحادثة كان هاتف جاكلين 16 ثانية ديال المكالمة. شنو كتظنوا زعما يقدر يكون؟ واش هي ولا هو اللي هات؟ شكون اللي هاتف فيهم الاخر و16 ثانية؟ ولا مثلا يعني ملي كانت تموت يلا لحقات عيطات له 16 ثانية، يعني 16 ثانية راه هي الو هذا بوم تي 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 مشات المكالمة. ولا هو إلا كان جاي عندها ومثلا كيف قلنا هي ما كتحلش الغرباء الباب في الليل، مثلا إلا جا هو، إلا كان هو وكان في الباب ورا الجرس ديال الباب يعني ما بغات تحل، ممكن يكون هاتفها وقال لها انا هو فلان وهي اللي حلت له. نكملوا. ولكن لورنس كيقول بان وقت الحادثه كان على الطريق السيار A28،
لكن من بعد مزيد من التحقيق كيتبين بأن الشهادة ديالو غير صحيحة، وتبين عبر تتبع الهاتف بأنه كان في ديفنتر ليلة الحادثة. ما رأيكم في هذا الشخص إخواني؟ يعني إلا علاش إلا ما كنتش ديرها علاش غتكذب؟ علاش ما تقولش ذاك الليلة راك كنتي في ديفنتر؟ علاش قال لهم راني كنت سايق في لوتوروت، يعني وهاد الطريق بعيدة على ديفنتر؟ ولكن كيف شفنا بتتبع الهاتف يعني كيتبين. نكملوا قصتنا. وعلى بعد كيلومتر من منزل الضحية وبمساعدة الكلاب البوليسية كيتعثر على سكين كيتبين بأنه سكين الجريمة، وكذلك كيتبين بأن الحمض النووي ديال المسمى لورانس هو اللي على سراح الجريمة. جاكلين هي واحد الأرملة كتحتوي على أصول بقيمة 2 مليون أورو. أما السيد لورانس فقد عين مسؤول عن إدارة أموالها في حالة وفاتها، والأمر كيتعلق بأصول تقدر بملايين، فلهذا كان الدافع المالي واضح لارتكاب الجريمة. يعني كيف قلنا هو المستشار المالي ديالها، ويعني كان في حالة وفاتها هو اللي غيدير. شنو كتظنوا نتوما، يكون هو القاتل؟ خلينا نتبعوا القصة الأخيرة. وفي ديسمبر من سنة 2000 ودين المستشار المالي بتهمة القتل وتحكم ب 12 سنة سجن. وبعد عدة استئنافات وبالضبط في 1 يوليوز من سنة 2003 منحت المحكمة العليا طلب مراجعة الرائحة لأن اختبارات الرائحة لم تكن موثوقة في ذلك الوقت. فأعين من الممكن أن يكون السلاح المعثور عليه ليس سلاح جريمة، ووقفات المحكمة الحكم اللي عليه وتطلق سراحه يوم 27 يناير من سنة 2004. كيتفتح ملف جديد في القضية لأن تصاب حمض نووي جديد على القميص ديال جاكلين، وهذا الحمض كيتصاب ديال المسمى لورانس. كيتعتقل لورانس وكيتفتح ملف جديد وبحث جديد في الحمض النووي الموجود على القميص ديال السيدة جاكلين، وكتبقي المحكمة على الحكم الأول اللي هو 12 سنة. يعني تصاب هو المدان ولكن تحكم ب 12 سنة، ولكن بعد استئنافات كتشكك يعني المحكمة في الرائحة ديال كيف غادي نقوله، يعني شكات في الريحة ديال الكلاب البوليسية اللي اعتروا على ذاك السلاح، والمحامي يعني صر باش المحامي صر بأن ذاك السلاح يقدر يكون ماشي سلاح الجريمة. ولكن خلينا نشوف القصة النهاية. في 31 يناير من سنة 2006 كتعلن المحكمة أنها قد شرعت بحث جديد، والسبب هو المحامي المتهم لأنه غير متفق مع المحكمة وتيقول علاش ما يكونش القاتل هو البستاني. ها كيف قلنا في الأول، يعني هنايا بان شخص آخر في القضية اللي هو البستاني، واللي يعني في اعترافاته مع الشرطة في الأول ما تبت عليه حتى شي حاجة، ولكن المحامي ديال المتهم كيصر بأن يقدر يكون البستاني هو القاتل. نكمل القصة ديالنا. وكذلك حارس المقبرة اللي مدفونة فيها جاكلين في نفس السنة من سنة 2006 كيشوف بأن البستاني اللي كان كيعمل عند جاكلين كيتردد على المقبرة. الشي يدير هذا يعني من بعد الوفاة ديالها كانت 1999 وهذه 2006 والبستاني مازال كيتردد على المقبرة ديالها. نكمل ونشوفو شنو كانت يدير البستاني في المقبرة. لهذا السبب كياخد المحامي موريس اللي هو محامي لورانس
في الاعتبار حقيقة أن سلاح الجريمة مدفون مع السيدة جاكلين. بعد ذلك تم إجراء اختبار باستخدام جهاز الكشف عن المعادن، وكانت المفاجأة ولكن مضحكة حيث توجد شيء مصنوع من المعدن. في البداية رفضت النيابة التعاون في البحث ديال المقبرة، ولكن المحامي صر على فتح القبر، وفي نفس اليوم كيتم فتح القبر. هنا قلنا علاش البستاني كان تيدور يعني في المقبرة، ممكن يكون ولكن علاش غادي يمشي يدفن يعني سلاح الجريمة مع الضحية؟ ما كنظنش انا باش نكملوا قصتنا. وفي بحث القبر لم يوجد اي سكين ولكن قطعة حديدية صادئة. كذلك تبين ان القبر لم يفتح من قبل او بعد. وبعد ما قضى لورنس ثلثي المدة تطلق سراحه في 22 ابريل من سنة 2009، وحتى اليومنا هذا تقول بانه بريء. وكذلك لا زال البحث جاري في هذه القضية المجنونة، ومن المتوقع أن يتابع محامي لورنس هذا التحقيق ومراجعة الطلب. كيف بالكم أخوتي في هذه القضية؟ وكيف قلنا يعني ديما كاين بعض العقوبات في بعض الأحكام، يعني المتهم كيدوز غير ثلثي المدة، تكلمنا عليها في بعض حلقات. المهم اعطيونا رايكم نتوما في هذه القضيه، وقولوا لي كيف جاتكم هذه الحلقه وحتى الحلقه الجايه. وما تنساوناش اللي ما مشاركش ما ينساناش باشتراك، ما تنساوناش بلي لايك، ما تنساوناش كذلك بتعليقكم، واعطيونا رايكم في هذه القضيه. واستودعكم الله وحتى القضيه الجايه. السلام عليكم.